حسم إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الموقف الذي انتهى بالسودان إلى مظاهرات ومظاهرات مضادة بين جناحي الحكم في البلاد المدني والعسكري. أولاً إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. ثانياً التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية للعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر من العام 2020. وبعد اعتقالات طالت رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، فرض البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة وأعفى الولاة ووكلاء الوزارات ولجنة إزالة التمكين. رابعاً حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه. خامساً حل مجلس الوزراء. سادساً إنهاء تكليف ولاة الولايات. سابعاً إعفاء وكلاء الوزارات. ثامناً يكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل. تاسعاً وأخيراً تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عمله وتشكيله على أن تكون قراراته نافذة وخاضعة للإجراءات القانونية. يستثنى من هذه الإجراءات الالتزامات واستحقاقات سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر 2020. بيان البرهان أعلن أيضاً التمسك بالوثيقة الدستورية مع تعليق العمل ببعض موادها، وتعهد بإجراء الانتخابات في يوليو 2023 والسعي لتشكيل حكومة كفاءات تمثل فئات الشعب كافة. ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات حكومة من كفاءات وطنية مستغلة وراعة في تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته. سلسلة الإجراءات التي أعلنها القائد العام للجيش والقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان عبر التلفزيون الرسمي تشكل نقطة تحول فارقة في مسيرة السودان الانتقالية نحو الحكم المدني. فعلى الجانب الآخر دعت قوى الحرية والتغيير إلى التظاهر في عموم البلاد دفاعا عن الثورة وتنديدا بإجراءات الجيش، لتبقى الأيام المقبلة وحدها كفيلة برسم ملامح مستقبل السودان.